اهلا اهلا صباح الخير. طبعا فول اتفضلي. طبعا زي ما انك بتقول. ايه الزياره دي اللي على البال ولا على الخاطر؟ لا قبل الست كريم انت تنوري في اي وقت. كتر خيرك. وتلاقيك جواك دلوقتي بتقول ايه اللي جاب الست دي على الصبح؟ لا ابدا يا ست كريمه، ازاي بس تقوليش كده؟ بص بقى، انا جاي اقول لحضرتك كلمتين مهمين قوي، بس والنبي ما تفهمني غلط. وانا ايه بس اللي هيخليني افهمك غلط يا ست كريمه؟ جبريه. مالها جبريه؟ كل اهل البلد عارفين كويس قوي وبيقولوا ان جبريه ودلال رايحين في ازازه، ويوم الحادثه جبريه كانت مع دلال وهي رايحه الطاحونه، بس الناس خايفه تتكلم من عبد الحكيم. كلامي بتقول ايه ده خطير يا ست كريمه؟ انا واثقه وعارفه كويس قوي انا بقول ايه. قلت لك يا عمتي ملناش دعوه، الناس كلامها كتير واللي عايز يقول حاجه يجي يقولها. يعني يا بنتي ينفع ابقى انا سامعه حاجه وما اجيش اقول للمأمور وانا شايفاه عيني لايص ومش عارف راسه من رجليه في الجريمه المنيله دي؟ يعني انت عايزه تقول ان جبريه هي اللي قتلت دلال؟ لا انا ما قلتش كده، انا بقول لك ان جبريه كانت مع دلال ليله الحاسه. يعني اهو خيط، تقدر تروح تسال جبريه يمكن تفيدك بحاجه كده ولا كده. يو يا عمتي، واحنا جايين نزور المأمور ولا جايين نوجع راسه بدلال وسير الدلال؟ ازيك؟ اهلا يا باشا، اتفضل. هو الحاج مش هنا ولا ايه؟ طالع وراه مشوار. اهلا، اتفضل. اهلا وسهلا، تشرب ايه؟ لا مفيش داعي، انا جاي في كلمتين وماشي على طول. لازم تاخد واجبك. ماشي، ان كان ولا بد يبقى هو مظبوط. سيد، لو ابوي عارف انك جاي كان ما طلع شيء. والله وانا مش جاي في زياره قوي بصراحه. سيد، اؤمر جنابك. قهوه مظبوطه للباشا. حاضر. قول الحاجة راحت فين امال؟ امي مالها؟ يعني كنت عايزها في كلمتين كده. كلمتين ايه لا مؤاخذة؟ انت فاكر البت اللي كانت مختفية اللي اسمها دلال دي؟ هي دي الحدوتة. اسمع يا باشا، دلال دي امي كانت بتعطف عليها وبتعطف على اي حد. اصل ابويا مصينا كلنا ومص امي، اي حد يقف عند الباب ويطلب طلب ما نقولهوش لا وما نقفلش الباب في وشه. ربنا يزيد ويبارك، بس انا برضه كنت جاي عشان اعرف حاجه محدده. يا باشا، هو انتوا مش لقيتوا جدتها؟ لقيناها، بس ايه؟ يعني في ناس بيقولوا ان ست الحاجه كانت اخر واحده معاها عند الطاحونه. امي ما بتروحش ناحيه الطاحونه دي خالص خالص، والحاجات دي احنا مالناش دعوه بيها، واللي قال لك الكلام ده كذاب كذاب. دلال دي دي اخرها تيجي تاخد قرشين والسلام عليكم. تمام، حتى لو كان كذاب برضو عايز اخد منك كلمتين. ما ينفعش ما ينفعش، ومش هيحصل حضرتك. اسمع يا مروان، انا جاي بنفسي وعامل خاطر ليك وللحاجه والحاجه، وما رضيتش ان انا اخلي الموضوع يكون رسمي. رسمي رسمي كيف يعني؟ انا ما ينفعش اعرف ان الحاجه كانت مع دلال اخر مره عند الطاحونه اللي اتقتلت فيها وما حققش معاها. يمكن دلال اتقتلت وانت بتحقق بقتلها كمان، وانت شايف دلوك ان امي قتلت دلال اياك؟ انا ما قلتش كده. كلامك بيقول كده. اسمع يا مروان. اسمع انت ووزن كلامك. يعني انا كلامي مش موزون ولا ايه؟ شوف انت بتقول ايه بالاول. طب بص يا مروان، لاخر مره بقول لك ابعت حد الحاجه ياخد منك كلمتين، وزي ما قلت لك انا عامل خاطر ليك وللحاجه. تعبت نفسك يا باشا، الواضح كده البن اللي عندنا خلص. ماشي، بس بلغ الحاجة ان انا عملت الاصول وجيت بنفسي عشان اتكلم مع الحاجة وانت اللي رفضت. المصايب دي